دلال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا قلت أوصلك وهو نرغي شوية. الله، هو ده سلوى عليكم ولا إيه؟ هو أنا قلت لك اركبي؟ هو ده سلوى عليكم بقى ولا إيه؟ اتفضلي. اركبي على طول كده من غير أي حاجة. فدي حرامي جاي يخطف الشنطة. خرك العربية. لا 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 لا، ده كده أحلى بكتير. ده أنا لبسها بس عشان خاطر الشغل، لكن أنا أصلا مش محجبة، مش عايز نخلعها ولا إيه؟ أنا أول مرة شفتك قلت لك إيه؟ قلت لي يا سلام على الوش الجميل ده بالطرحة. وادي ربنا عايشني وقسمني إني أشوفه بالطرحة. يبقى دي عايزة تحرميني منه بقى. أنت غريب قوي على فكرة. أنت أول مرة شفتني فيها خطبتني، أول مرة بتتكلم معايا فيها عايز تحجبني، المرة الجاية هتعمل فيا إيه؟ هتجوزك بمشيئة المولى عز وجل. بس أنا عرفت إنك متجوز ثلاثة، كان ليه بقى؟ ليه الرابعة؟ ناقصك إيه يعني؟ سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوفي يا دلال، الجواز ده شرع ربنا سبحانه عشان يسعدنا بيه ويحفظنا من الخطايا ويحصرنا من الشيطان. وبعدين مش أنت اللي ناقصاني، ما لو فيكي حاجة منهم أو هم فيهم حاجة فيكي ما كنتش فكرت إن اتجوزك أصلا. أنا أصلا ما نمتش من امبارح، واتلخبطت النهاردة كذا مرة في شغل لدرجة إن مديري هددني بالطرد. مدير بقى ده كلام، مدير وشغل، ده أنت هتبقي مرات الحاج فواز الصياد. لا، كله إلا الشغل ده، هو ده أنا بصرف منه على أمي وعلى تعليم إخواتي. أنت وأمك وإخواتك بتعليمهم، حتى خالك الرمة كمان مسؤولين مني أنا من ساعة ما قرينا الفاتحة. وبعدين أنت لو فكرت شوية دلال وسألت نفسك كده، هو ربنا خلق الست عظمة طرية ليه؟ عشان تراعي جوزها وتراعي عيالها في البيت. أيوة اضحكي كده، أمال اعترضي بقى على كلام ربنا. لا طبعا، بس هو ما ينفعش يعني. إيه اللي ما ينفعش؟ إنك تعرضي نفسك لكلمة من واحد ما يسواش ضعف رجلك علشان خاطر كام جنيه في الشهر؟ لا، أنا ربنا بيديني كتير. ربنا بيقول إيه؟ فأما بنعمة ربك فحدث. خليكي معايا يا دلال كده، فأنت لازم تقعدي وترتاحي علشان أنت شقيتي كتير، وخلاص جه الوقت بقى اللي تستاهلي فيه إنك تقعدي وتتسكتي وتاخدي المعاملة اللي تستاهليها. وأنت تستاهلي كتير قوي صدقيني. وأنا مش عايز منك غير حاجتين، تشيلي من هنا حكاية الشغل وتسيبي الطرحة الحلوة دي. اتفقنا؟ نطلع. ليكي ضحكة، سلوا عيلتكوا. بصي بقى، الجيبة دي هتبقى قصيرة عليكي وآخر ما يوصل. دلال تعالي يا بنتي، شوفي الأمل اللي احنا فيها. خطيبك، خطيبك الله يكرمه، بعت لنا كسوة هتقضينا السنة كلها. ايه ده؟ هو بعت الحاجات دي امتى؟ النهاردة الصبح بعت واحد من الشغل عنده وقال الحاج فواز بيصبح. بيصبح بس ده، بيصبح وبيمسي، وإن شاء الله بكرة هيرمي كل السلامات. على فين يا بنت؟ استني استني كده. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، انت لبستي الطرحة وما قلعتهاش. بسم الله ما شاء الله، اهو كده شوفي وشك نور ازاي وردت فيه الدموية. ولا يا عمو دلال بذمتك مش كده خلت وشها بشوش ولو طلع حلوة؟ جرى يا خالي، انت زي ما تكون محسسني كده ان النور كان قاطع على وشي. بس وادي ايه يا سيدي الطرحة، افسد بقى. مالك يا دلال داخله بزعبيبك كده ليه يا بنتي؟ ده عايز اسيب الشغل ياما. ما تسيبيه، الراجل عايز يريحك ويستتك. وانت ياما تفتكري يعني ان انا ممكن لو لفيت على كعابي كده تاني اعرف اجيب شغلانه زي اللي انا فيها دي؟ ده انا ما صدقت ياما جبت شغلانه تفتح لنا بيتنا وتسترنا. وبعدين انا مش فاهمه، هو عايز يقعدني ليه يعني من الشغل؟ خدت ايه منها الشغلانه اللي انت فيها دي يا بنت؟ خدت منها ايه غير قطمه الظهر ونحل الوبر؟ يا بنت يا بنت فوق لنفسك بقى، انت خلاص حطيتي رجلك على باب الجنه واقفه ومتسمره ليه؟ خشي بقى بقلب جامد، خشي الجنه وانغرفي منها، انسي بقى القرف اللي فات. جرايه يا خالي، ده عايزني كمان احط الطرحه على راسي ويتحكم فيها من اولها، مش عايزني اقلعها. لو انت مش مرتاحه. مش مرتاحه ايه يا ام دلال؟ مش مرتاحه ايه؟ تنسين هي هتتجوز مين؟ الحاج فواز الصياد. الحاج فواز الصياد. وبعدين الراجل
جالنا دغري خبط على الباب وطالب الجواز على سنة الله ورسوله، وكل اللي طالبه حتة طرحة تتحط على الشعر. ايه طب على النعمة لو طلب ان انا احط طرحة على شعري لانا لبسها. مبروك عليك. الجوازة بينها مش لد عليها يا محروس يا اخويا. بقول لك يا ام دلال عقل بنتك، الجوازة دي نعمة من عند ربنا، لو رفصتها برجليها يبقى فترة وبطر، حتى عشان خاطر اخواتها الغلابة دول. وبعدين انا حاجتي فين؟ ايوه عشان الحق اتصرف فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا دلال؟ هلا عروستنا الحلوة ونورت حتتنا، صحي لغاية دلوقتي وحط ايدها على خدها ومساهمة خير؟ محتارة يا خالي. محتارة في ايه يا حبيبة خالك؟ يا خالي يا راجل اللي انا هتجوزه ده متجوز تلاتة غيري، يعني انا هبقى الرابعة، انت عارف ده معنى ايه؟ الرابعة؟ طب ما حلو، يعني خلاص تبقى انت كده مسك الختام، يعني انت اللي هتبيع الحكر، انت جديده والجديد له زهوته. بص يا حبيبه خالك، البني ادم مننا بتجيله الفرصه مره واحده في العمر، لو ما عرفش يسقط الفرصه ويستفيد منها يبقى هو الجني على روحه بقى. بصي عاوزك تشغلي دماغك، فكري فيها، اسرحي، هتلاقي دنيا خيالك نفسه مهما سرح مش ممكن يوصلها. يلا حبيبة خالك قومي نامي ومحمولك على الله، الله الذي لا ينام. صباح الخير يا عسل. صباح النور على عيونك، هحضر لك الفطار حالا. انما ما قلتليش ايه انت ايه اللي صحاك بدري كده؟ رايح الكليه بعمل ايه؟ بفرح قوي منبسط، ده انا بعرف انك انت بتروح الكليه وتشوف دروسك. دروس ايه يا ماما؟ انا رايح الكليه عشان المشروع. انا مش فاهمه، هو انت بتدرس ولا بتعمل مشاريع؟ يا ابني انت كده تشتت نفسك، قال على رأي المثل صاحب بالين كداب. طب وحياتك انت يا ام نهار، لو بحر سنه ولا سنتين ده تلاقي ابنك ده حاجه تانية خالص. صحيح انا هبتدي مشروع ايجار كده في كافيتيريا صغيره في الجامعه، بس ان شاء الله الخطه هيبقى تمليك في احلى حته في مصر. يا رب يا رب يا ابني ناولك اللي في بالك.